السلام عليكم اختي، كنتي قلتي لي نصائح باش طيبي الخبز، واللي كل غادي نقول لكم كل شيء. مين يخمر الخبز تعجنيه خليه يخمر، ياك ما ديريش النار ما والو، راه هو غتقرصيه تقرصيه صافي، ديري خبيزات بغيتي صغارات ولا كبارات. اذا مين غادي ديريه في هذاك يكونوا يخمر، انت تقرصيه باش يخمر، انت تمشي ديري النار يعني باش يخمر تقدري تسهلي له، ولا ما تقدريش انا تسهل شويه في الفران ونخرجو عاود نخرجو باش ما يبقاش يخمر وانا مجير رفدو ما ينقدرش يعني ما يمشي له داك التخمير. اذا ها هو شفتيه، ملي غادي نعجن معليش، ملي يخمر معليش، فوق غادي نديرو النار حتى نبديو نديروه في دوك الصينيات فاش يخمر. ها هو هذا عادي الله راه يخمر هنايا كنبين لك. اذا وندير النار، نديرو النار ونديرو شويه بالعمايد، حنا نقولو بدوك بحال نقولو الا كان شويه تبان ولا باش تسهل ديك النار. والعمايد الحطب، الحطب يكون شويه ماشي غليظ بزاف بزاف، نو يكون شويه مهرس مكسر. ايوا هذيك هي، وانايا كنبين بان راه يخمر، هنا راه يخمر، كان يخمر الخبز. اذا النار غير هو ديريه يخمر، عتبدي مشي ديري النار، علاش؟ لان باش يعطي لهم الوقت باش يخمر، ومن بعد هذيك النار تشعل، لان الا كان هما خمروا صافي وانت عاد مشي ديري النار لا والو ما يفيدش. هذاك تما دي غير ديريه في الفران نتاع الالكتريك نتاع الضو ولا نتاع البوطان غير ديريه، لكن اون فوا انت تخليه يخمر حتى. المهم واحد الحاجه، تعجنيه يخمر وتعاود تقلي له داك الغاز، ومن بعد تبدي دير تقرصيه، وعاود ملي تقرصيه دير في ديك الصينيات. هنا نعاودها لك اسمحي لي، ومن بعد عاد باش تمشي ديري النار، هو راه حتى تقرصيه ديري خبيزات وبقى يخمر، وانت راكي ديري النار زيد 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 النار، النار تشحل تشعل تشعل بشويه. اذا حتى يمشي لها كل شيء داك اللهاب وكل شيء داك الدخان. الا لقيتي شي وحده غليظه هذيك الدخان من الاحسن غير وحده ما كان مشكل، قلعيها وصافي ورمي عليها الماء صافي. ها هذيك هي، ها هو هنايا كيشعل هذا. لا ما نديروش هكذا الخبز ابدا ابدا، ما نديروش الخبز هكذا لان سينو غادي يدير الريحه نتاع بزاف تاع الدخان، حتى يكون هكذا اللهب وصافي. ولكن في شي دخان قلعوه ونفرغوا عليه الماء، ومن بعد ملي يكون خامر ما نديرو النار، يكون صافي خمر ورفديه غيب شويه راكي عارفه، وصافي تبارك الله كيكون عندنا الخبز ما شاء الله. ها هو ورفدو غيب شويه، لان باش نرفدو منا اللي هي ترفدو غيب شويه وحده بوحده، لان ما نقدرش انا عاد الرجلين نقدرش ما نقولكش يعني، عادي الا كانت المعاونه احسن، وغيب شويه ماشي بزاف. وهكذا كيكون الخبز ما شاء الله تبارك الله. شكرا للمشاهده، سلام.